سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى أمة المسلمين أجمعين. النهارده بنتكلم عن نقطة اللي هي برضو الريبولينج أو الريسايكل اللي أنا بتكلم عنها. لسه في الريسايكل اللي احنا بنعمل إعادة بناء الكور الأزرية أو إعادة تهيئة للكارت عشان يشتغل تاني، عشان يشتغل تاني. الكارت اللي موجود معانا دوت ده إكسبريس إف إكس، تمام؟ كارت دوت 570 4 جيجا. الكارت ده مشكلته اللي هو بيكسر في الصورة، مشكلته اللي هو بيكسر في الصورة. تم رفع الجي بي يو على الماكينة، واتضح بقى ايه مشكلة التقصير، ليه بيكسر على الصورة. احنا لسه رافعينه اصلا، ما عملناش حاجة، رفعنا بس. احنا لو بصينا هنا تحت الماكت، قرب لي هنا كده فوق، ايوه شايف، على البنات، لو بصينا على البنات كده هنبص هنلاقي البنات زي ما احنا شايفين هنا. الأزير عمل فيها ايه؟ ده الأزير، ده اللي بيحصل في موضوع الأزير. تحس اللي هو أتربة أو مش أتربة أو الكلام ده، لا ده مش أتربة، ده كده الأزير كسر خلاص، فترة صلاحيته انتهت وعدد تشغيله اكتفى. لو بصينا برضو على الجي بي يو نفس المكان هنلاقي نفس الكلام اللي احنا اتكلمناه، ان الجي بي يو مكسر من تحت، الجي بي يو مكسر من تحت، تمام. الكارت ده مش متسخن عليه ولا حاجه، الكارت ده مش متسخن عليه، الكارت ده دي المشكله اللي بيشكي منها العميل وبيجيب تكسيره وتعريجه في التيست في الفورم. اللي احنا هنعمله دلوقتي اللي احنا هنشبلل الماك التاني جي بي يو، هنعمل لها الريسايكل وهيبدا ان شاء الله يشتغل معانا. موضوع الشبلنه، موضوع الشبلنه مش بيضر الكارت، بل بالعكس بيديله زي سماح تاني اللي هو يشتغل تاني بكفاءته. لسه عندنا هنا اللي احنا بنعمل ريسايكل للجي بي يو او الكارت، بنعمله اعاده تهيئه من جديد، بنقول له انت هتشتغل تاني نفس الكفاءه. ففي ناس برضه بتتكلم على موضوع تاخير الكروت والكلام ده، الكارت بيتاخر عندنا لان الكارت نفسه بياخد وقت، وانا عندي كميه ضغط كبيره، ففي ناس بتبعت لي من جميع المحافظات، فاحنا بنحاول ان احنا نراعي الناس كلها ونراضيهم. حتى لو في كروت مرتجعه احنا برضو بنشوف مشكلتها ايه وبنحلها له. فالقصه الناس اللي هو بيعملوا موضوع التعديل، لو خد مني كارت مثلا معمول له شغل ويجي فاصل باور بعد اسبوع ولا اسبوعين، انت مش هتجرب الكارت اسبوعين وتقول لي الكارت فصل الباور. فاحنا بنحل مشكله الباور، تمام. احنا لو بصينا هنا حتى تحت الميكروسكوب البنات خلاص مدة صلاحيتها مكسرة ومنتهية. فاحنا مش هنتست مثلا الكارت عندنا اسبوع او 10 ايام او شهر عشان نتاكد ان الكهرباء بتاعتك تمام في الكارت. الكارت طالما بيدي معايا فولتاته مظبوطة واتحلت مشكلته، تمام، كده الموضوع منتهي. اما اللي انت تشغل الكارت دايركت 24 ساعة، تمام، يعني 15 يوم الاسبوعين اللي انت بتتكلم فيهم دول انت بشغله 24 ساعه. فوارد جدا كهرباء تعلى، كهرباء تزيد، كهرباء ما كهربه مصر مش مظبوطه اصلا. تمام؟ دي القصه للناس اللي بيشتكوا موضوع الباور. تمام؟ بس انا كده كده بدي ضمان. فالضمان بتاعي بيبقى على الجيمنج، الناس اللي بتشتغل جيمنج، مفيش حد اشتغل اللي بيشتغل جيمنج بيشتكي من حاجه، الحمد لله. تمام؟ النقطه الثانيه حتى المايننج برضو ما حدش بيشتكي من حاجه. اللي بيشتكى ولا في اي مشكله ولا اي حاجه انا بحلها له. نرجع لموضوعنا، احنا هنا هنعمل عمليه ريسايكل للجي بي يو. هنبدا نعمل ازاله للأزير القديم. نبدا نعمل ازاله للأزير القديم عشان نبني الكرات البلي الثانيه. الموضوع دوت بياخد وقت ومش سهل،
لان الماكت هنا كبير، واي غلطه تدمر معاك الماكت. زي ما احنا شايفين احنا ايه بنعمل ازاله للايه؟ للكرات التانيه. قصه مش الشبلانه بس. قصه مش اللي انا اعمل شبلانه وخلاص وانزل الجي بي يو والدنيا انتهت الدنيا جميله كده. لا طبعا في حاجات بنعملها قبل الكلام ده. في سوفت وير بتاخده الجي بي يو. ان حتى الجي بي يو عليه سوفت وير زيه زي البروسيسور. كده الماكت اتشبلن اهو، رجعت البنات تمام. هنبدا لسه ننضف الماكت بقى. كده الماكت جاهز للنزول اهو. ده الجي بي يو اهو متشابلين زي الفل. Thank you.
كده احنا هننزل الجي بي يو على المكنه. دي المشكله بقى اللي بتحصل بقى في الكود دي، اللي بتفضل معاك في تكسير، في تنميل في الصوره، تمام، تجيب الفور مارك مثلا تلاقي تعريجات وحاجات كده في الفور مارك. بتحصل معانا هنا اللي احنا بنعمل ريسايكل فعلي، اللي احنا عندنا هنا بنشيب بنعمله ريسايكل فعلي. الضمان اللي بياخده من عندنا العميل ب 11 شهر فعلي، يعني انت بتاخد الكارت كانه جديد، قصه كده هو اصلا الكارت بيرجع جديد معاك. كده الكارت خلص، مفيش اي اثار خالص في الكارت بنزول او طلوع الماكت غير الفلوكس بس اللي احنا هنبدا ننضفه. الجي بي يو طالع اهوت، يعني مفيش اي تنفيخ. نبدا نجرب الكارت. ده ار اكس 570 4. الكارت بعد ما خلص ده ار اكس 570 4. اهم حاجه بس الناس اللي بتسخن تبطل تسخين. كارت بياخد عليه من هنا من عندي ضمان 11 شهر.
كده الكارت معانا تمام، في اي استفسار ولا اي حاجه ممكن يتواصل معانا عن طريق التليفون او الواتساب. اي حد عنده استفسار في اي حاجه يبعت لي وان شاء الله هرد عليه. السلام عليكم ورحمه الله.